تحية مقاومة لأحرار تونس، تحية مقاومة لشرفاء تونس، تحية العمال المفقرين والكادحين في هذا الوطن. أقبل كل شيء، عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير، خاصة عيدكم مبروك لفقراء تونس، عيدكم مبروك لمهمشي تونس. طبعا ما عدا المهمشين عقليا وذهنيا وجنسيا وحضاريا وتاريخيا من أعداء هذا الوطن القادمين من بلدان القمل والرمل والتخلف والرجعية. ندخل في الموضوع مباشرة. المرة اللي فاتت حكينا على ما يسمى بالحوار اللاوطني، وقلنا علاش هو حوار لاوطني، حكينا على الأطراف المشاركة فيه من منظمات وأحزاب، وقلنا أن الحوار هذا هو مسرحية ومهزلة وكذبة، ونحن رافضين لهذا الحوار منذ البداية، رافضين أصلا لفكرة الحوار مع عشيرة النهضة، لأن نتعامل مع عشيرة النهضة على أنها كيان استعماري، والكيان الاستعماري لا يمكن أن نجلس معه في طاولة حوار واحدة كأصدقاء سياسيين أو كشركاء في الوطن. لكن رغم ذلك فما ناس مشت تتحاور وأمضت على ما يسمى بخريطة الطريق، وناس معناتها كل غايتها أنها تتقاسم السلطة مستقبلا مع النهضة، وما عندها حتى غاية وطنية، ولا تم من صعوبة اللحظة التاريخية اللي قاعدة تتعدى بها البلاد، ولا تم من بحد شيء. هذا حوار مصلحي لا يعنينا ولا يمثلنا في أي جانب من الجوانب. وطبعا سمعتوا أكل الكلب الكبير، أكل المجرم الإرهابي راشد غنوشي المرة اللي فاتت، كيف قالكم اللي إمضائنا على هذا الحوار هو مجرد موافقة على بداية الحوار، معناتها بداية المفاوضات، معناتها السيد لا جبد خريطة الطريق ولا ناوي يشارك في حل الأزمة كما يقولوا هما، ولا ناوي معناتها يصلح ولا ناوي حتى شيء. هذوما ناس قاعدين على قلوبكم لأبد الآبدين إذا كان مش تبقوا مستمرين في سياسة الركوع والخنوع والتواطؤ والخيانة، واللي طبعا تبنيتوها من مسلك الحوار وما الحوار وكالرايق البارد. وطبعا سمعتوا أيضا أكل هيشة كمفسد الشباب في السجن، واللي طلع أذكى من المعارضة الكل، رئيس الحكومة الاستعمارية علي ترشقان العريض، كيف قالكم أنه بقاء الحكومة هو 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 الغاية الحقيقية، وأنه استقالتها حاجة مستحيلة نظرا لارتباطها الوثيق بالمسار الانتقالي والرسمية وكذا، ومازال فما تسيير أعمال وما تسيير أعمال. معناتها السيد مازال ناوي يقعد، مازال ناوي يجوع الشعب أكثر، مازال ناوي يعري الشعب أكثر، مازال ناوي يفقر الشعب أكثر، مازال ناويين الجماعة ذوما العشيرة هذه اللي تحكم في تونس مازال ناوية تخترق المؤسسات، مازال ناوية تخترق الإدارات، مازال ناوية تنهك الجيش، مازال ناوية تعمل انتدابات لأنصارها، مازال ناوية معناتها تزيد الطين بلة أكثر وأكثر، وتزيد تتوسع استعماريا في تونس، لأنه نهضة حكومة استعمارية بكل المقاييس. والمهزلة الكبيرة على التو، عاد اللخذة الكبيرة، المصيبة الكبيرة، بعد ذي الكل جي جبهة الانقاذ خرج بيان قال لك نحن تعلمنا الدرس ومش نعاود نخرجوا للشارع ونعاود نعملوا تعب الشعبية من أول وجديد تحت شعار الرحيل. معناتها أعطيني مخك، معناتها اللي قاعد يصير مهزلة. عنا الدحدح احنا في تونس، معنا السياسة عنا الدحدح، عنا مهازل سياسية قاعدة تصير، عنا ناس تتمنيك، ناس تبلح في الشعب، ناس تحب تحكم معاك، ما كانش نرجع للشارع نفسد. معناتها ناس مازالت تتعامل مع النهضة على انها حزب حاكم في تونس. وبالله نحب نسأل المعارضة، بين وجه باش تخرج للشارع وبين وجه طالب مساندة شعبية، انت خنت الشعب، الشعب فقد ثقته فيك، ما عادش عنده فيك ثقة، ناوي تخرج ومازال معناتها مكبش في كلمة اعتصام، معناتها اللي هو اعتصام، كلمة اعتصام كنتم تستعملوها تضفي شرعية على الحكومة، معناتها زي انسان معتصم لمطالب معينة ضد حكومة شرعية. معناتها لا حاد خيار مقاومة ولا حاد خيار تصعيدي، ولا يحكيوا على اضراب عام، ولا يحكيوا على عصيان مدني، ولا يحكيوا على حد شيء. وذي اللي بين انه بالحق احنا امام عدو ذو وجهين، معناتها احنا قدام سيستام كامل، سيستام من المواشي والبقر والبهايم، معناتها معارضه بهيمه تحارب في حكومه بعوض، معناتها هذايا شيء يزوق منه البقر.
معناتها وتحبي نخرج معاك للشارع وعندك وجه وتنادي بتعب. معناتها المهزله السياسيه معناتها في تونس بالحق قاعده تطير، وقاعده المعارضه مشاركه في المهزله هذيا وقاعده تروج في الحمق السياسي والغباء السياسي. مع احتراماتي بطبيعه القواعد نتاع حزب العمال وبتاع الوسط وغيرها، خاطر نعرف اللي 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 حزب العمال، ونعرف اللي القواعد الشبابيه نتاع حزب العمال والاتحاد اتحاد الشباب الشيوعي التونسي فيهم رجال وفيهم ناس مقاومين وناس تمن بالعنف الثوري وتمن بالخيارات التصعيديه وناس ما تساومش كما يساوم سيمون جراحوي وحمل همامي بعد ما خرجوا للشارع وكلاو لنا روسنا بالخطابات. من جراحوي الساعه من جراحوي انت ما خليتش حوار ما مشيتلوش، ما خليتش اجتماع ما مشيتلوش، ما خليتش مسيره ما مشيتلهاش، ونهار طول وانت تعيط وتتكلم وشاد ميكرو فهمتني وتعوج في راسك، ومن بعد ماشي تتحاور، وبعد ما تتحاور وتفشل وتتاكد لي انت بهيم ومصدق تطالبني باش نزيد نعطيك الثقه ونخرج معك للشارع. اللي احنا وقت اللي ساندناكم وخرجنا معكم كثوريين احرار وماناش متحزبين، ورفعنا شعارات الاتحاد ورفعنا شعارات اليسار الاصلاحي، اليسار الاصلاحي، وبطبيعه قصدي واضح جدا فهمتني، ما خوناكمش وانتم خنتونا، وتحب اليوم الشعب يخرج معاك، تحب الجياع والعمال والمفقرين يخرجوا معاك، تحب الناس الراديكاليين، ونفتخر اني راديكالي، نفتخر اني ما نساومش على الشهداء متاعي، ما نساومش على دم رفاقي، وما نساومش على دم شهدائي وجنودي عكسكم انتم يا بايم، لانكم بايم بكل المقاييس بايم. انا حمل امامي ما عادش نحكي عليه، انا حمل امامي نسيته ونحيته من مخي اصلا، وما عادش حاطه اصلا رجل سياسه ولا حاسب ورفيق. انا كنت نظن انه منجي الرحوي هو الامل اللي بقى باش 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 يحقق المسلك الثوري الحقيقي وباش يمضي قدما في الثوره الجذريه. يا اخي طلعت منجي الرحوي مجمع اللي يتحاوروا مع قتله الشعب، مجمع اللي يتحاوروا مع عشيره النهضه، مجمع اللي طيحوا لنا في قدراتنا معناتها وخصوماتنا. الا لعنه الله والوطن عليكم ليوم الدين. تحية مقاومة لأحرار تونس، تحية مقاومة لشرفاء تونس، تحية العمال المفقرين والكادحين في هذا الوطن. وبرا وزيدوا تحاوروا، هاكم باش تخرجوا للشارع نهار 23، وباش تزيد النهضة تستنزفكم في الشارع، وتتعبكم في الشارع، وتعرقكم في الشارع، ومن بعد لا ولا نفادلك كيجا تحاوروا، وباش تمشيوا كالكلاب تتحاوروا لأنكم تحبوا تحكموا، لأنه مطلبكم هو السلطة ومش الوطن. وفي غالب الأحيان السياسي الحقيقي الثوري وقت اللي يتحط بين زوج خيارات اما السلطة او الوطن، يختار السلطة راهو بطبيعة الحال وفي اغلب الاحيان باش يستبعد الوطن والخيارات الوطنية، وذلك قاعدين تعملوا فيه بكل امتياز.